في النور حنقراها يرتلها قلوبنا في صلاة الفجر نغسلها وكل ما بنفتح المصحف بنسألها تقول ما أجمل القرآن يخفف عنها أحملها. كنت في نيوزيلندا رأيت شابا دائما معه الإنجيل ويقرأ. قلت من الذي وراءه؟ وراءه امرأة ورجل. قلت طيب إني ذاهب إليه فمتحدث معه. فقلت له طيب أنت تدعو للنصرانية؟ قال نعم. قلت ادعني للنصرانية. قال أول شيء في النصرانية أن تحب عيسى. أنا أحب عيسى. قال النقطة الثانية أن تعتقد أن عيسى ابن الله. قلت تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد؟ قال نعم. قلت ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ قال I don't know. ما أدري. ثم التفت على العجوز بجانبه قالت له I don't know. فالتفتت على الشايب قال الشايب أنا بعد I don't know. كلنا ما ندري. قلت أنا سأعطيكم كلامين وأريدكم أن تكتشفوا لي الفرق بينهما. قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا؟ قالوا لا. قلت خذوا الجملة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. خذوا الجملة الثانية. قالوا نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وركب الأتوبيس ثم وصل إلى داره وضيع المفتاح. ثم قلت لهم هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ قالت العجوز نعم نعم وهي والله وجهها متغير. قلت ما هو الفرق؟ قالت لا أدري. قلت فهمت شيئا؟ قالت لا. قلت إذن كيف اكتشفت الفرق ما دام أنك لم تفهمي شيئا؟ كيف اكتشفت الفرق؟ قالت اكتشفته بقلبي. قلت كيف؟ قالت الكلام الأول لما تكلمت به أخذ قلبي ينتفض معه. قلت والكلام الثاني؟ قالت الكلام الثاني عادي. قلت تتوقعين الكلام الأول ما هو؟ قالت الكلام الأول كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.